أسعدتم مساء المتابعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يجري في الخليل وما هي التفاصيل؟ بعد قليل سنكون معكم في هذا البث المباشر الذي ننقل به تفاصيل ريثما يصل الزملاء إلى مكان العملية. كما يقول الاحتلال في أخبار عاجلة متتالية على مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عملية الطعن وقعت بالقرب من مدينة الخليل. سنتابع هذه التفاصيل بعد قليل بعون الله. إذن متابعينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة حول ما جرى في مدينة الخليل وماذا يقول الإعلام الإسرائيلي في تفاصيل العملية وأيضا الحدث حتى الساعة. بدأت قبل قليل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بمجملها عن وقوع عملية طعن في مدينة الخليل، هكذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. نبدأ بصحيفة معاريف التي قالت بأن شابا فلسطينيا قام بالهجوم على مستوطن إسرائيلي فأصابه في عملية طعن، كما تقول الصحافة الإسرائيلية. عملية الطعن أصابت أحد المستوطنين بجراح متوسطة كما تقول صحيفة معاريف حتى الساعة. أيضا سننتقل في موجة أيضا وإياكم على ما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية وما يصل تباعا متابعينا الكرام لحديث شبكة مراسلين الذين بدأوا بتغطية الأحداث تباعا في منطقة الخليل. إذا متابعينا الكرام نذكر في التفاصيل. إذا الخبر العاجل متابعينا الكرام، عملية طعن في منطقة مستوطنة حفاة يهودا جنوب الخليل، إطلاق النار على المنفذ ووجود إصابة في المكان، هكذا تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. نعود أيضا متابعينا الكرام للحديث. حالة منفذ العملية الطعن قرب الخليل حرجة للغاية كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية. هناك إذا حديث متابعينا الكرام أن العملية وقعت في منطقة الخليل. إذا التفاصيل متابعينا الكرام بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنطقة على ما يبدو بالقرب من بلدة السموع كما تقول بعض المصادر المحلية. نعود للتذكير، الصحف الإسرائيلية تورد تباعا عن عملية طعن وقعت في مدينة الخليل. في التفاصيل متابعينا الكرام، بالقرب من مدينة الخليل، وأيضا التفاصيل المتعلقة بهذه الساعة، وجود إصابة على ما يبدو، هذه الإصابة في حال متوسط حتى الساعة، لا يوجد ما يشير إلى تفاصيل الحدث حتى الساعة بما يشير إلى التفاصيل الدقيقة. لكن ما يمكن أن نقوله بما يرشح من 7 مواقع إسرائيلية متتالية الآن والتي نراقب ما تقول بأن العملية وقعت بعد أن وصل شابا فلسطينيا في جنوب الضفة الغربية فقام بطعن أحد المستوطنين مما أدى إلى إصابته بجروح على ما يبدو متوسطة. وتقول صحيفة يدعوت أحرانوت في هذه اللحظات بأن مجموعة من الجنود شاهدوا الشاب منفذ العملية فقاموا بإطلاق النار عليه مباشرة مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة للغاية. الإصابة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية للشاب المنفذ، كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأنها خطرة للغاية، وهذا يشير إلى أن الاحتلال على ما يبدو نفذ شكلا من محاولة إعدام الشاب الفلسطيني المتهم بتنفيذ العملية. تأتي أيضا هذه الموجة المتصاعدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشبان الفلسطينيين في ظل تصاعد المخاوف الفلسطينية أيضا من اجتياحات محققة أو اقتحامات محققة كما جرى صبيحة أو فجر هذا اليوم في منطقة نابلس، وأيضا استهداف شاب فلسطيني في منطقة بلاطة وغيره من عمليات الاقتحامات في الضفة الغربية والتي تأتي في سياق العمل الإسرائيلي المتواصل في الوصول إلى الشبان والمنفذين وأيضا المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نعود بالتذكير متابعينا الكرام بأن الاحتلال كان قد حذر، وأنا أشير هنا للمستوى الأمني، من استمرار حالة التأهب في الضفة الغربية في ظل إنذارات ساخنة لتوارد ما يمكن أن يشير إلى إمكانية تنفيذ أحداث أمنية في الأراضي الفلسطينية. العملية التي جاءت اليوم في الخليل والتي جاءت هي الثانية
من حيث النتائج والعملية الأولى التي وقعت في البلدة القديمة والتي نفذت على يد شاب من عائلة الجعبري الذي نفذ العملية، وأيضا تأتي هذه العملية الأخرى أيضا في منطقة الخليل، حيث كان الاحتلال يعتبر بأن منطقة شمال الضفة الغربية هي المنطقة الأسخن والأكثر اشتباكا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. التغيرات اليوم أو ما جرى اليوم يفتح أيضا مساحات الضفة الغربية للاستنفار الأمني، والاستنفار الأمني على القائم على محاولة السيطرة على الأحداث كما يجري في الضفة الغربية. الاحتلال كان قد تحدث عن سحب بعض الكتائب الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية وأيضا في الجنوب بعد إمكانية الحديث عن حالة يمكن السيطرة عليها. الحكومة الإسرائيلية الحالية كانت قد توعدت في جلسة الكابينة الإسرائيلية الأولى والتي تحدثت عن المسائل الأمنية والتصعيد الأمني في شمال الضفة الغربية وفي وسطها وأيضا في مدينة القدس والداخل وأيضا جنوب الضفة الغربية بملاحقة ما يعرف عناصر التحشيد وعناصر العناصر المنفذة للعمليات أو التي تعتبر قنابل موقوتة كما يصف عليها أو يصفها الاحتلال الإسرائيلي. إذن نعود متابعينا الكرام إلى الحديث عن بعض التفاصيل وما يرد على الإعلام الإسرائيلي تحديثا لما جرى في مدينة الخليل. إذن نبدأ بالقناة 13 الإسرائيلية والتي تورد بعض التفاصيل، تقول بأن عملية طعن وقعت في منطقة جنوب الضفة الغربية أدت إلى إصابة مستوطن. نذهب أيضا إلى يدعوت أحرانوت للحديث عن التفاصيل وما قالته الصحافة الإسرائيلية من يدعوت أحرانوت التي قالت أيضا هي الأخرى بوقوع عملية طعن في منطقة الخليل وإصابة أحد المستوطنين بجراح. نحن حتى الساعة لم إذن تقول يدعوت أحرانوت بقوة كراء أو عملية طعن في منطقة جبل الخليل، المصاب أخلي مباشرة إلى مستشفى سوروكا على ما يبدو، وأيضا حالة الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية حالة حرجة. تقول في التفاصيل بحسب إليشا بن كيمون نقل فريق نجمة داود الحمراء المصاب الإسرائيلي إلى جروح متوسطة في هجوم طعن في مزرعة يهودا بالقرب من مستوطن تشتيمو في جبل الخليل إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، وقد أصيب الشاب الذي تم بقام بتنفيذ العملية بإطلاق النار عليه مما أدى إلى تحييده كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلي. إذن نعود متابعينا الكرام إلى التفاصيل كما أشرنا وفي متابعة هذا الحدث الليلة. إذن الاحتلال يقول باختصار بأن عملية طعن وقعت في منطقة الخليل والعملية فيها تم إصابة أحد المستوطنين والإصابة متوسطة حتى الساعة، انتشار أمني في منطقة الخليل بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وأيضا في التفاصيل كيف بدأت القصة. الاعتداء أو الهجوم كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية في جبل الخليل، أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عاما بجروح متوسطة بعد ظهر اليوم من جراء طعنه في مزرعة قرب مستوطنة شيمة. في الساعة الرابعة تقريبا وخمسين دقيقة كما تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، تلقي بلاغ على الخط الساخن في المنطقة عن وجود شاب أصيب بجروح جراء في المنطقة العلوية من جسده جراء عملية إطلاق أو عملية طعن، ونقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. وقال أحد المسعفين من نجمة داود الحمراء، عندما وصلنا إلى المكان رأينا الجريح وقد كان واعيا ويعاني من إصابات نزيف في الجزء العلوي من جسده، قدمنا له علاجا طبيا لوقف النزيف وأيضا تم نقله إلى المستشفى. وفي المكان أطلقت النار على الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية. إذن متابعينا الكرام، كما سمعنا من بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء الذي أشارت إلى أن إصابة وقعت في صفوف المستوطنين جراء عملية نفذها شاب فلسطيني أطلقت النار كما يقول، وهذه رواية الاحتلال، لا نستطيع بعد التأكد من يقينيتها عن مصير الشاب وأيضا
عن واقع التفاصيل المتعلقة بالحدث. دمتم بود وأن ألتقيكم إن شاء الله مع جديد هذه الأحداث في الأراضي الفلسطينية. إلى اللقاء.